بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم كثير للاسف من الناس يجهلون ان النبي محمدا صلى الله عليه واله وسلم ارسل لجميع الانس مش بس جميع الانس ده كمان جميع الجن غير كل الانبياء السابقين وكل الرسل من أول ما خلق الله الدنيا لعند آخر رسول سيدنا عيسى عليه السلام ابتداء آدم أو النبي نوح أو الرسول حتى خاتم الرسل قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى لأنه ليس بعد سيدنا عيسى إلا سيدنا محمد ليس بينهما نبي وده شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي والحديث صحيح مجمع على صحته كل نبي وكل رسول مش بس نبي وهنعرف الوقت في الفرق بين الاثنين كل نبي وليس فقط كل رسول كان يأتي إلى قومه خاصة بيبعث في زمان محدد لقوم محددين معينين لبقعه جغرافيه او مكان جغرافي محدد القوم يعيشون في مكان ما فيرسل لهم رسول خلاص فكل رسول يبعث الى قومه في هذه المنطقه الجغرافيه او تلك لم يستثنى من هذا احد سوى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا حتى نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا حتى هؤلاء شوف لما سيدنا سلم يقول فضلت على الأنبياء بست ويذكر من بينها عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة كل نبي ده بنسميه اسلوب شمول عموم لم يستثني احدا من كل الانبياء الذين سبقوه والرسل كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه وده اللي اكد عليه القران في غير موضع لما يقول ربي سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما قالش ليكون لقومه زي ما ربنا يقول إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك وقال هذا الكلام في موسى قال قال في عيسى بني إسرائيل وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إليكم بني إسرائيل مش غيرهم كل الأنبياء بلا استثناء كانوا هكذا إلا رسول الله محمد وسلم وهذه مسألة هي أيها الإخوة بالنسبة لنا ليست مجرد ثقافة دينية ولا ثقافة إسلامية ولا هي حتى من نافلة القول ولا من الطرف العلمي <applause> لأن بعض الناس يعتقد أنه يعني هتفرق إيه نعرف دي أو ما تعرف او ما تعرفش لما تبقى المسألة غير متعلقة بالعقيدة لكن عندما تتعلق المسألة بالعقيدة فلا يليق بالمسلم ان يجهلها مرة أخرى عندما تتعلق المسألة بالعقيدة فلا يليق بالمسلم ان يجهلها ده دين يا اخوانا ده دين من الدين من الاعتقاد أن تعتقد أن تؤمن أن الله تعالى أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم للإنس والجن من ساعة ما أرسل عليه الصلاة والسلام وإلى أن تقوم الساعة تشمل دعوته صلى الله عليه وسلم كل إنسان يولد ويبلغ سن التكليف من أول بعثته لعند يوم القيامة يتباعد الزمان يتسع المكان كل مكان على ظهر هذه البسيطه كل انسان كل جن حتى على ظهر هذه البسيطه او في باطن الارض سمع بدعوه النبي عليه الصلاه والسلام فهو بها مكلف ومامور بان يؤمن بهذا النبي وبما جاء به ده كلام منتهي ليس مجالا للنقاش ولا هو محل للشك والقران اكد هذا في غير موضع وهيجي لنا بعد كده نداء الله للناس كل الناس في سوره الاعراف كل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وكان يكفي جدا ان يقول كل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم انما علشان وحتى لا يترك يعني مجالا لل نقاش ولا للجدال عند احد اصل كلمه الناس قد يراد بها مجموعه صغيره قد يراد بها شخصين من البشر وارد. فحتى لا يترك المجال للنقاش ولا للجدال يقوم يضيف كلمه جميعا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فالامر منتهي طيب ما يقول يا ايها الناس اذا يدخل في الناس من كانوا اتباعا للانبياء السابقين. فما ينفعش حد يهودي يقول الله ما انا مؤمن بموسى عايزين مني ايه تاني ما هو انا مؤمن خلاص ولا واحد نصراني يقول لك انا مؤمن بعيسى خلاص شكرا وطلعت نغمه جديده احذروها وحذروا ابناءكم منها بلاش حذروا ابناءكم حصنوا ابناءكم ضدها لانها دعوه خطيره جدا يقول لك ما هو مؤمن بالله خلاص خلاص مش مهم بقى آمن بسيدنا النبي محمد ولا لأ بالقرآن ولا لأ خلاص هو مؤمن بالله مش كفاية مطلوب أن يؤمن بالله نقول لهم طيب لما القرآن ينادي ويقول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم أؤمن بإيه؟ أؤمن بالله وخلاص؟ ما كان يكتفي بأن يقول انا الله فامن بي